الخبز العربي. أولا نستخدم طحين اسمه طحين هيربالايف، هنا موجود هذا طحين خاص بهيربالايف للتنحيف، شايفين؟ وهاد هيك من بعدين من بعد ما نجي العجين ونقطعها، طبعا حنقلكم نشرحكم بعدين مرحلة أخرى كيف نعمل العجين. هيك عم فرش تقطيع العجين، بعدين نعملها بهي الطريقة هيك مع شوية طحين، وبعدين نفتحها بالشوبر، وبعدين بنوجههم إلى الفرن. شوف الفرن، الفرن حاليا هو الزجاج عندنا شوي بسبب الشمس والأشعة بينتفخ الخبز حاليا. شوف كيف بينتفخ الخبز، مرحلة انتفاخ الخبز بالفرن لما بينتفخ تعرف انه العجينة معك ناجحة. فهي المرحلة بتاخد وقت شوي معنا، السبب انه الفرن كهربائي، لما بيكون الفرن على غاز بينتفخ بسرعة، عارفين، وبياخد شكل الخبز الجميل. حاليا طبعا اول ما بينتفخ بتاخد شكل الدائرة، وبتاخد شوية احمرار من برا من طالع الخبزة من الفرن، السبب مشان ما تصير قاسية وتيبس. طبعا احنا هلا هاي معاكم طبعا درجة حرارة الفرن معانا هون 250 درجة. اوكي estamos cocinando ahora pan árabe, el pan rico. Mira la masa, tenemos masa de la masa, harina de Herbalife, todo, ahí está, vamos acá, pusimos en el horno, tenéis que inflar el pan, cuando se infla el pan, vas a estar pronto, cuando está inflado tenéis un poco color de arriba, entonces el pan está cocinado y puede sacarlo en el al horno. A ver. Tenemos acá un plato, te muestro. Ya sacamos en el al horno. Mira cómo sale este color. Este color tiene que hacer el pan así. Mira, mira. Se abre así. Mira, mira qué rico. Mira. Ahí está, ahí está. Shuf el pan. Shuf. Jabez, jamil, muy, muy rico. طبعا الفرن كونه كهربائي فبياخد وقته ليجعل الخبز ينتفخ بشكل كامل، ولذلك بنطول بالنا عليه شوي، بيكون درجة حرارته 250. تنكبوني له على 250. شوف بلش ينتفخ، فتحنا الفرن شايفين، قربنا الكاميرا شوي، شيء جميل جدا رائع. Gracias. نرجع نسكر الفرن حتى يصير جاهز. تشاو تشاو.